السلام عليكم، معكم هشام بزام مدينة صفرو، منشط حفلات. مرحبا بالجريدة المغربية العربية بريس في داري. بالنسبة للأجواء ديال الحجر الصحي، كيفاش كندوزو في هذا الشهر الفاضل، هذا الشهر رمضان؟ بالنسبة كنفيقو الصباح بكري، كنخرجو كنجيبو المرضى، داكشي اللي خصهم عندي، لأن المسؤول في الدار أنا هو اللي كان خصها شي حاجة كنجيبها لهم. المهم إلا شي تقيلية ولا شي صخيرة كنحطها لهم في الدار حتى كيغسلوها، وبالنسبه للحوايج كنحطهم في باب الدار ما كندخلش. وبالنسبه لهذا الشهر رمضان كنصلي، وكما كتشوفوا صلاه الجماعه هنايا مصوبين الصونو، هذا كنصلي بهم على ما يهز الله علينا الوباء هذا هو. وبالنسبه كي كندوز نهاري مع هذا الفيروس كورونا وكوفيد 19، بالنسبه كنفيق الصباح بكري كنشوف مالي نتا شنو خصو، كنهبط لان انا مسؤول في الدار، كنجيب الصخره اللي خاصه، كنوصل اول حاجه كنحيد حويجاتي في الباب، كنعطيهم داكشي اللي خاصهم كيغسلوه يعني راك عارف ضروري خص اي حاجه دابا دخلت للدار خصها تتعقم وتغسل، لان دابا بنادم خصو يخاف على راسو، لان هذا ماشي شي حاجه اللي غتستهتر بها ولا شي حاجه. وبالنسبه لهذا كما كتشوفوا داير مسجد في الدار، خويت هذا الصالون، درت الصونو وميكرو، كنصلي بهم اللي قبل ويقبل على الجميع في هذا الشهر المبارك. هادشي اللي كاين. كتصلي معايا انت ياك؟ نعم. بالنسبة تاع الكتاكيت كيصليو، كتصلي؟ كتصلي معايا؟ شنو كنصليو؟ الجماعة. بالنسبة للأصدقاء ديالك كيعيطوا لك ولا ما كيعيطوا لكش؟ كيتصلوا بيا بعض الأصدقاء، ولكن بالنسبة للحجر الصحي حاليا ما كايناش غادي نجلسوا ولا نهضروا ولا شي حاجة. السلام يكفي. سول فيا لأن ماشي وقت الخروج والجلاس. لان راه حنا ولينا كنشوف هادشي كيزيد، فهمتي، وكنخافوا على والدينا، على احبابنا، على الناس عزاز علينا، يعني بلاد ملتزم بالحاجه الصحيه من الافضل. الشكر كنوجهو للسلطات اللي قايمه باكثر من العمل ديالها، وصاحب الجلاله حفظها الله، وكاع الناس اللي صارين على هذا الوباء باش يحاربوه، تحياتي ليهم من هذا المنبر، تحيه الصحافه المغربيه حتى هي اللي راه عندها دور ملموس في هذا كوفيد 19.